برنامج تدريبي عن التغذية المدرسية يستهدف 498 معلمة في قنا. شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا فعاليات البرنامج التدريبي عن التغذية المدرسية من خلال برنامج الغذاء العالمي بالشراكة مع جمعية تنمية الأسرة والبيئة، والذي يستهدف 498 معلمة من معلمات مدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة. وقال وكيل الوزارة إن التدريب سيستمر حتى 18 من أغسطس الجاري، وذلك بهدف رفع كفاءة معلمات التعليم المجتمعي وتحسين الأداء المدرسي وتقوية المناعة والوقاية من المشكلات الصحية لدى الطلاب وتعليم الطلاب السلوكيات الغذائية الصحية السليمة. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتورة نجاة عبدو مدير إدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بقنا. مرحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني الحقيقة في البداية نريد أن نطلع على المشهد بشكل أكثر تفصيلا، وما الهدف من هذا البرنامج؟ هو البرنامج بينفذه مؤسسة الغذاء العالمي بالشراكة مع جمعية تنمية الأسرة والبيئة اللي هي فدا. البرنامج بيستهدف 498 معلمة من معلمات التعليم المجتمعي. بدأ التدريب من يوم 5/8 إلى يوم 18 في معسكر قنا الدائم، كل يوم من مجموعة من المعلمات. البرنامج بيتناول عدد من الأهداف اللي هو تحسين الأداء المدرسي وتقوية مناعة والوقاية لدى الأطفال وتعزيز النمو والتطور لديهم وتعليم السلوكيات الغذائية الصحية السليمة. كان البرنامج أصلا مقسم لعدة أيام زي ما قلت لحضرتك، من يوم 5 ليوم 18. كل يوم بتحضر إدارة مع رئيس قسم التعليم المجتمعي مع رئيس قسم المشاركة المجتمعية مع موجه التغذية. كان البرنامج برضو أو شغال البرنامج حوالين الإجراءات الصحيحة لتغذية البسكوت، وإزاي كمان بيوزعوا البسكوت بشكل صحيح وسليم، إزاي كمان أو إيه هي أكثر المشكلات اللي بيتعرضوا ليها في أثناء التخزين وإزاي هم يتلافوا تلك المشكلات ويحلوا المشكلات دي. كمان في جزء تاني خاص في البرنامج عن التحويلات النقدية، كان هم قبل كده أصلاً في أبليكيشن بيشتغلوا عليه بيسجلوا الغياب. طبعاً حضرتك اللي بيستحق الموضوع ان التحويلات النقديه فيه 350 جنيه بتقدمها الغذاء العالمي لكل طالبه وطالب من طلاب التعليم المجتمعي. فقدموا من قبل على الابلكيشن ده ازاي يسجلوا، لان في الابلكيشن في بيانات لولي الامر، في بيانات للطالب. هذا الابلكيشن او هذا البرنامج خاص بمحافظه قنا والمشكلات لمحافظه قنا بالنسبه للتغذيه المدرسيه، مظبوط؟ هو على مستوى الجمهوريه، بس احنا معانا محافظه قنا شغاله من يوم 5 ليوم 18. نعم. اثناء تسجيل الغياب علشان موضوع التحويلات النقديه، هو المفروض ان الطالب ما يغيبش اكثر من 4 ايام في الشهر علشان يستحق هذا المبلغ النقدي اللي بتقوم به مؤسسه الغذاء العالمي تسجيل لكل طالب. فكان اثناء التسجيل كان بتظهر بعض المشكلات. من ضمن فعاليات هذا البرنامج التدريبي اللي هو شغال حاليا ان هم يتعرضوا لتلك المشكلات وازاي يحلوا المشكلات دي وازاي يتلافوها عشان ما يحصلش الدروبات دي فيما بعد بقى. نعم. تاني. تمام. كمان بيشتغلوا برضه في البرنامج على دور المعلم في نجاح التحويلات النقديه، ولو حصلت مشكله الخط السهل اللي بيلجأ له ولي الامر. كمان ايه هي اهم المشكلات اللي برضه بتقابلهم وازاي نحلوا المشكلات دي. دي اهم النقاط اللي كانت بنشتغل عليها البرنامج بتاع التغذيه المدرسيه. دكتوره نجاة، الحقيقه يعني هو ملف هام جدا تعملون عليه، نتمنى تكرار هذا البرنامج مرات ومرات ومرات، وليس في شأن التغذية المدرسية أو التغذية الصحيحة فقط، ولكن في كافة الأمور. وفي الحقيقة يعني نرصد ذلك على مدار الأعوام الماضية، يعني عمل وزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة في الحقيقة للارتقاء بكافة المجالات. الدكتورة نجاة عبدو مدير إدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بقنا، بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المعلومات الوافية وعلى هذه المداخلة.